نبدأ رادار الأخبار بتطورات الأزمة الأوكرانية. فقد رفضت موسكو مقترحات بنزع السلاح من المنطقة المحيطة بمنشأة زابوروجيا النووية، واصفة تلك المقترحات بغير المقبولة. وقالت الخارجية الروسية إن تنفيذ مثل هذه الفكرة سيجعل المحطة أكثر عرضة للخطر من الناحية الأمنية. وشددت الخارجية على ضرورة توقف القوات الأوكرانية عن القصف درءا لحصول كارثة وفق تعبيرها، مؤكدة عدم وجود مصلحة لروسيا في أي مواجهة مباشرة مع الناتو أو الولايات المتحدة. وكانت روسيا قد أكدت بأن قواتها لم تنشر أسلحة ثقيلة في محطة زابوروجيا النووية، موضحة بأن القوات الموجودة تتعلق بالحراسة فقط. واتهمت وزارة الدفاع الروسية كييف بالتخطيط لشن ضربات بالمدفعية على المحطة غدا خلال زيارة غوتيريش، لا لاتهامها بذلك. تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا أريج محمد. أريج، إذن هناك ترقب روسي لما يتم إقراره بعد هذه القمة الثلاثية بين أردوغان وأيضا زيلينسكي وغوتيريش؟ نعم فضيلة، بالطبع موسكو تتابع باهتمام بالغ هذه اللقاءات، لقاء الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ولقاء الرئيسين التركي والأوكراني. ولذلك استبقت هذه اللقاءات وهذه القمة الثلاثية إن أمكنت تسميتها كذلك، استبقت بتصريحات بالغة الأهمية على لسان وزارة دفاعها. حذرت من خلال بيانها الأول من إقدام كييف على تنفيذ استفزاز تحت غطاء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أوكرانيا، وذلك بغية اتهام روسيا بالقيام بالإرهاب النووي كما تسميه وزارة الدفاع الروسية في هذا البيان، يخطط له الجانب الأوكراني وفقا للمعلومات التي يريدها العسكريون الروس في هذا البيان في 19 من هذا الشهر، بالإضافة إلى أن ما تقوم به كييف من تصعيد وتواصل به من استهداف لمنشآت تابعة لهذه المحطة، محطة زاباروجيا، تعرض المنطقة، تعرض المحطة، المناطق المجاورة ودولا أوروبية برمتها إلى مخاطر وقوع كارثة مدوية تسميها أيضا وزارة الدفاع الروسية في هذا البيان. طبعا موسكو من خلال زيارة المسؤول الأممي تستفيد أيضا من هذه الفرصة، خصوصا أنها على علم بأن وفدا من الأمم المتحدة كان سيزور هذه المحطة في مراحل سابقة، وهي ربما تعول حاليا من خلال تصريحاتها المستجدة على قرب موعد مثل هذه الزيارة للوقوف كما تقول على الأوضاع في أراضيها، في أراضي هذه المحطة، أيضا تنفي كافة التهم أو أي إشاعات تتحدث عن وجود أسلحة ثقيلة لها في هذه المنطقة، تقول أنه فقط تحرس وتقف على سلامة عمل هذه المحطة بفروعها المختلفة، وصولا إلى أن في حال استمرار كييف بهذا القصف فإنها ستضطر لاحقا ربما لإيقاف عمل وحدات أو مفاعلات هذه المحطة. شكرا لك أريج محمد من موسكو.